الله صبحكم بألف خير لكل اللي بتواصلوا معنا في بداية هذا النهار بهاي المحطة. الحديث عن منتدى سيدات الأعمال اللي تأسس عام 2006، يعني بشكل أساسي الهدف من هذا المنتدى تعزيز دور سيدات الأعمال في المجتمع الفلسطيني وأيضا رفع قدرتهن وكفاءتهن لإدارة مشاريعهن الخاصة. اليوم بسعدنا يكون في عنا هناك إطلالة وتفاصيل أكثر على عمل المنتدى، ويكون كمان في فرصة للنساء يعرفوا عن مشاريعه وأعماله، كيف بيقدموا دعم وفرص ومساعدة للنساء ومشاريعهم، بوجود أيضا مديرة منتدى سيدات الأعمال السيدة دعاء وادي. الله يصبحك بألف خير. صباح الورد، صباح البياض. كيف أصبحتي؟ بشكر الله. وكيف كانت الثلج بما أنه نحكي على البياض؟ يعني الله يكون بعون الناس عليها. صح صح، تمنينا هذا الزائر الجميل بس أجب قوة يعني. يعني بداية اليوم نتحدث عن المنتدى، وحابين يعني قلنا وللمشاهدين تعرفينا أكثر على عمل المنتدى. زي ما حكيت، المنتدى ب 2006 هي كانت مبادرة من 7 سيدات أعمال التقوا في تونس وتحت مظلة سيدات الأعمال، وفوجئوا أنه كان في كتير منتديات في دول عربية وإقليمية ودولية، ولكن للأسف منتدى ما كان في أي شيء اسمه منتدى سيدات الأعمال في فلسطين. وتأسس ورجعوا وقرروا أنهم يأسسوا هذا المنتدى حظوا بجيراننا الدول العربية الأخرى. كان فلسطين ولبنان في هذاك الوقت ما كان عندهم منتديات. والآن بعد مرور 6 سنين المنتدى كان جزء مؤسس، هو عضو مؤسس في شبكة سيدات أعمال الشرق الأوسط اللي بتضم تحت الأمبريلا تبعتها تحت مظلتها 10 دول عربية، بتضم عدد كبير من سيدات الأعمال في هاي المناطق. ومن السنة الماضية فلسطين أخذت أمانة السر كمان. المنتدى بشكل عام أهم شيء أنه يرفع كفاءة سيدات الأعمال والرياديات الفلسطينية. ممكن تحكي لنا كيف يعني إيش المشاريع اللي بيقوم طبعاً فيها؟ طبعا إحنا تمكين اقتصادي، ولكن في لا نعطي أي فلوس، إحنا لا نعطي قروض ولا نعطي منح للتمكين الاقتصادي عن طريق رفع الكفاءة بزيادة المهارات، عن طريق ورشات العمل، التدريب المكثف، الكونسلتنس اللي هي الاستشارات الخاصة للبزنسز. ومشان هيك أنشأنا ب 2010 ما يسمى بمركز تطوير الأعمال. مركز تطوير الأعمال كان مبادرة رائعة جدا، لأنه كان في عنا طلب مش بس عضواتنا سيدات الأعمال، كمان في مستفيدات حبوا أنهم يتواصلوا مع المنتدى ويستفيدوا من خدمات المنتدى، ولكن لا ينطبق عليهم شروط العضوية أنها تكون سيدة أعمال مسجلة رسميا ولديها بزنس له سنين وبتدير شركات. وجدنا أنه في ما نسميهم إحنا الستارت أبس، اللي هم اللي ببلشوا لسه مراحل أولى. نعم، مراحل أولى في بداية مشاريعهم. هاي الشريحة عددها كبير، وتواصلوا بشكل كتير كبير مع المنتدى، وبالتالي كان لابد منه المنتدى يأخذ على عاتقه أنه نبلش بمبادرة مركز تطوير الأعمال. وكان نشكر الله أنه هو تقريبا الوحيد من نوعه في فلسطين، أنه بنقدم خدمات استشارية، وخاصة مفصلة لنوع البزنس، يعني سيدات المستفيدات تتعاطوا مع كل مشروع على حدة يعني وكأنه طوروا هذا المشروع. إحنا ما بنعمل الجنريك، ما بنسميه اللي هي العام المواضيع العامة، لا، إحنا بنشوف هاي الفئة بإيش بتحتاج، نعمل حتى دوراتنا التدريبية مختلفة على مواضيع كتير خاصة، وبيروحوا من التدريب بيطبقوها في شغلهم. طب مين تستهدفوا؟ يعني لو فكرنا مين هاي الفئات اللي بتستفيد، أو مين بتستهدفوا أنتوا كمان من خلال تواصلكم؟ بدون مبالغة، أي سيدة لديها فكرة مشروع تنشئ مشروعها، أي سيدة عندها بداية مشروع، يعني مش بس فكرة، عندها مبلش مشروع وحابة إنها تكبره، أهم نقطة إنه هاي السيدة تطمح أن تكون سيدة أعمال. يعني إحنا المشاريع الصغيرة اللي على كتير الليفل المايكرو إحنا لا نعمل معها، لأنه في كتير مؤسسات بتطور هذا القطاع وممكن بتقدم قروض كمان وإحنا من النوع ماخدين سياسة واضحة في المنتدى، إحنا لا ما منعيد شغل غيرنا، إحنا منكمل على شغل غيرنا. ففي مؤسسات بتشتغل مع القطاع المايكرو اللي السيدات بحاجة ل خلينا نحكي كتير أساسيات بسيطة جدا. وهون أنا بفكر إنه هذا السؤال يعني مهم، إنه بس نسمع، متعودين إحنا نسمع إنه عادة المؤسسات اللي بتدعم مشاريع بيكون بشكل أساسي بتدعم بشكل مادي يعني. وأنا هون بفكر يعني كيف ممكن يكون بخلق هالأثر إذا بنقدم استشارات؟
الخدمات، ما هي الخدمات مش سهلة، في سيدات أعمال ورياديات صدقا مش بحاجة لفلوس، وهذا اللي بينت معنا بالتجربة خلال الست سنين الماضية. السيدات بحاجة لتشبيك، نتوركينج، في كتير ستات يعني إيديهم بلتفوا بحرير بس مش عارفين يوزعوا هذا المنتج، مش عارفين كيف يوصلوه للفئة اللي المفروض تشتريه. التشبيك أهم دور لمنتج سيدات الأعمال. كمان إحنا التشبيك داخلي وخارجي، إحنا جزء من هاي الشبكة، كل سنة إحنا بنشارك في مؤتمرات، مش إحنا اللي بنشارك كبيرسونال، إحنا بنودي كمان بنشارك بأعضائنا، بعضواتنا، بعضوات مركز تطوير الأعمال. وهذا كتير دور إله كبير، بأنه لما يروح ينفتحوا على هذا العالم ويشوفوا الآخرين إيش بيشتغلوا. ذكرتي موضوع مهم، انه بنقدم يعني ارشادات وبناخذ يعني كل مشروع على حده وبنشوف كيف نطور هذا المشروع. هذا بتطلب انه يكون في هناك اشخاص اللي عندهم قدره ومعرفه وخبره في هذا المجال. تحكي لنا وين هاي الخبرات موجوده ومين هم يعني بقدموا هذا الدعم؟ احنا كمنتدى سيدات الاعمال اخذنا تجربه انه احنا ما يعني الطاقم اللي عندنا بيشتغل على الاساسات، وكونه انه سيده الاعمال او الرياديه اللي بتبلش البزنس وبدها تكبر فيه، سواء بدها خطه تسويق، بدها تطوير المنتج من ناحيه تغليف، ليبلينج، باكجينج، حتى كيفيه تسجل في لدى اي جهات رسميه. احنا ضمن مركز تطوير الاعمال بنقدم الاستشارات القانونيه، احنا في عندنا مستشار قانوني، بدل ما انت تروحي على مستشار قانوني تدفعي له بتيجي على المنتدى وبتاخذي الاستشاره القانونيه، بتاخذي ايش اعمل وكيف اعمله، هذا كله موجود. ولكن لما بتبدا الاستشاره الخاصه اللي مفصله للبزنس تبعك ولحيثيه البرودكت المنتج الخاص تبعك الخاص فيكي، هون احنا بنعمل عمليه الكونتراكتنج مع عقد، يعني التعاقد مع المستشارين الخارجيين. هذول الناس عندنا كيسز لو دقوا على باب هدول الشركات أكثر من 13 و14 ألف دولار دفعوا، بينما المنتدى لما إجوا تحت مظلة المنتدى هم كانوا بنات المنتدى. إيش يعني ممكن تحكي لنا عن قصص نجاح واجهتوها، وممكن بعدين نتحدث عن كمان إخفاقات في محلات مختلفة؟ طبعاً فيش مؤسسة ما إلهاش نجاحاتها وإخفاقاتها، بس يعني ممكن هذا يحفز النساء وهلا يفكروا إنه طب يعني إيش ممكن يكون النجاح اللي ممكن نحققه بوجودنا في المنتدى. فحكينا عن قصص أنتوا كمان رفقتوها في مشاريع مختلفة. إحنا الحلو في المنتدى إنه إحنا ما بنشتغل ضمن سيكتور معين، قطاع خاص. أي سيدة بأي فكرة بأي مشروع بتدق باب المنتدى إحنا بنشتغل معها، لأنه كونه إنه في المرونة في المستشارين اللي بنتعاقد معهم هم في كل المجالات، وبالتالي الستات اللي بيجوا عندنا في إشي عندنا بصابون زيت الزيتون، والآن عندنا السكس يعني واحدة من قصص النجاح عندنا الآن وصلت اليابان. هاي السيدة كانت تشتغل في بيتها، الآن بعد ما تم تسجيلها خلال 3 سنين لها معانا في مركز تطوير الأعمال اتغيرت شكل الصابون، اندفع ألاف على عملية التبكيت، والآن هي بتبيع بالإمارات وبتبيع باليابان. لما بتشارك في مؤتمرات وبتحكي باسم المرأة الفلسطينية في هذا القطاع، بعد كمان هي بتدرب مؤسسات أخرى، خاصة إحنا الآن داخلين في مشروع مع اللي بنسميهم التعاونيات النسوية، هدول كيف يفكروا بطريقة بزنس وتسويق. كمان يمكن هاي أزمة كتير بواجهها النساء بهذا القطاع، أكبر أزمة. إحنا خلال 3 سنين القادمة مقبلين على مشروع كتير ممتاز متميز، بأنه رح يشتغل فقط على عملية كيف نسوق وكيف كمان كيف نصدر للخارج، كيف هاي المنتج يطلع من هذا الشكل إلى هذا الشكل بحيث أنه يكون منافس للمنتج الآخر. يعني هل ممكن كمان تطلعينا على الدعم المادي وكمان دعم استمرارية هذه المؤسسة؟ من وين بحصل عليه المنتدى؟ إحنا كأي هيئة رسمية غير حكومية، إحنا هيئة أهلية للأسف الشديد، إحنا زي بقية كل المؤسسات الأهلية عايشين على عملية التمويل من مصادر مختلفة، عندنا من شركائنا من بريطانيا، عندنا شركائنا من هولندا، عندنا شركائنا من
اليو ان دي بي، يعني عده مؤسسات. طيب هاي كانت فرصه يعني كثير منيحه كمان نسمع عن العمل المنتدى، وسؤالي يمكن يكون الاخير كيف بيقدروا نساء مهتمين عم بيشوفونا هلا يتواصلوا معكم، ايش هي الطريقه؟ احنا اول شيء في عندنا فيسبوك، يعني كثير نشط بطريقه مش طبيعيه تحت اسم بزنس وومن فورم، منتدى سيدات الأعمال شحطة فلسطين، فباللغتين موجود. نعم، بحيث أنه كمان راح يكون في عنا الويب سايت www.bwf.com، وعبر تلفوناتنا. إحنا مركزنا موجود في البلوع فوق مفروشات الهاشم الطابق الثاني بمدينة رام الله. نعم، في مدينة رام الله، وإحنا منغطي كافة مناطق الضفة، هذا مهم جدا. وكمان في غزة كنت غزة عم بقرأ. إحنا طموحنا كتير كبير إنه ندخل غزة، دخلنا الآن بثلاث سيدات أعمال كعضوات ونشطات جدا بالمنتدى، لكن نتمنى أنه ندخل في برامجنا قريبا إلى إن شاء الله. أنا بدي أشكرك على وقتك، وبتمنى فعلا تكون هاي المعلومات مهمة، وكمان يعني مذكر المشاهدين أنه بيقدروا يحضروها على اليوتيوب عشان إذا بسمعوا تفاصيل كمان عن المكان والمعلومات اللي ذكرتيها بيقدروا يتواصلوا معكم. شكرا كتير لك ونهاركم سعيد يا رب. العفو، نهار كل المستمعين ونهارك سعيد. رح ننتقل إلى فاصل ونستكمل آخر محطاتنا. لكل دم يسمعوا إذا في منخفض ثلجي قادم رافقونا، رح يكون معنا مدير الأرصاد الجوية من داخل الاستوديو.